السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. كتير قوي بيقول لي انت بتقول مستر ومستر بومتك، بتتمسك ماسكه كده، بتتقري حاجه تانية وبتتفهم حاجه تانية. مستر بومتك، تمام. ان شاء الله انا جاي اتكلم عن حاجه يعني حصلت معايا، انا فكرت فيها بتفكير تاني والحمد لله طلع غلط، بس الفكره يعني ايه، هفهمك الموضوع وبس. جاي اوصل لك رساله واحده بس، خد بالك. الناس اللي في الحقيقه، الناس اللي في الشارع، الناس اللي في المنطقه اللي انت فيها، غير الناس اللي انت هتقابلهم على النت، الناس اللي بتقابلهم في الجامعه في المدرسه، غير الناس اللي انت هتقابلهم في حياتك على النت. الناس على النت معظمهم، لا مش معظمهم، بلاش يعني كده، يعني في كتير قوي على النت بهمهم مصلحتهم بس، مصلحتهم هي الحاجه الاولانيه، وده مش غلط، ولكن في ناس بتفضل مصلحتها على مصالح ناس تانية لدرجة انها ممكن تأذي الناس تانية دي عشان مصلحتها. الناس دي هي اللي انت تخاف منها، وموضوع عادي يعني، انا ده طبيعي، ولكن انا جاي اقولك على اللي حصل بقى بالتفصيل. كنت فاتح OLX عادي جدا مع الموبايل، فدايما بتصفح الحاجة، كنت داخل على الموبايلات وكده الجديدة، الناس عارضة موبايلاتها مش عارف ايه، فببص لقيت اعلان لشغل، شغل على قسم موبايلات في OLX. كاتب ايه بقى العنوان؟ كاتب لو انت عاوز تجيب ايفون اوريجينال مش هاي كوبي، لو انت عايز تجيب ايفون اوريجينال مش هاي كوبي، شوف الاغراء، تمام. تعالى واشتغل معانا وهتكسب في اليوم من 15 ل 30 دولار او من 15 ل 40 دولار، حاجه زي كده يعني. قلت تمام، وقال التواصل عبر الواتساب ومش عارف ايه، قمت داخل بكلمه. فقلت انا هشوف الموضوع ده ايه، ممكن يكون سبوبه، ممكن يكون حاجه، بس انا بصراحه كانت دماغي فيها حاجه تانية يعني، بس قلت اخش اشوف عشان اطلع احذرك، ولكن قلت كده كده لازم اطلع احذرك لان الموضوع ده ممكن يكون موجود وممكن تكون انت مش واخد بالك منه، فخلينا نخش في الموضوع يعني. فدخلت كلمته وبتاع، فموضوع بقول له الشغل ده عباره عن ايه، قال لي نزل التليجرام وكلمني. الموضوع شككني قوي، قلت التليجرام ده الحاجه اللي بيتواصل بيها داعش والجماعات دي كلها بتتواصل عن طريق التليجرام وكده، ف انا قلقت، قلت ايه انت مين، انا في حاجه غريبه وبتاع. فايه قلت لا، قعدت احاول اجرجره كده، طيب الشغل ده عباره عن ايه، بنعمل ايه، المجال اللي احنا بنشتغل فيه وبتاع. لقيته بعت لي لينك، فبص على اللينك ده، لقيته لينك لجروب او حاجه في التليجرام اسمها بيتكوين مايننج. الموضوع طلع في الاخر، انا كنت عارف الموضوع ده من زمان يعني، موضوع عباره عن تعدين بيتكوين بيحصل عن طريق التليجرام، حاجه كده بيشترك فيها كذا شخص وكل شخص بيكسب مبالغ معينه يوميا، حاجه زي كده يعني. ما دخلتش في الموضوع ده قبل كده، ولكن اعرفه وممكن اشرحه لك في وقت ما، تمام. فالموضوع ده كويس على فكره لحد يعني كويس. فانا شكيت في الراجل بصراحه، وقلت انا حسيته ان هو ايه، حاجه شمال بقى وبتاع وحر، طريقه الاعلان اللي هو نشره اعلان حاجه غلط، اعلان يخوف يعني. ايه لو عايز تكسب ايفون، لو عايز تشتري ايفون ومش عارف ايه، يبقى معاك فلوس بقى وكده، تعالى معانا. فده قلقني، فكان لازم اعرف مين ده. اللي في دماغي بقى ان كان ممكن بسهوله قوي ان الراجل ده خد رقمي، يعني الراجل ده دلوقتي معاه رقمي فيقدر يعرف انا مين، وان هو يعرف رقمي ده يعرف المحافظه بتاعتي بمجرد حاجه بسيطه خالص، فلوس مش عارف ايه، لموظف ابن حرام، موظف مرتشي في الشركات بتاعه المحمول، موجود كتير قوي 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 شركات تليفونات، اكيد في موظفين يعني ايه يعني موجودين كتير قوي بتوع الفلوس دول، فعرف اسمي وعرف انا منين وعرف انا سكني فين وعرف كل حاجه، تمام. فالموضوع بسيط جدا، ويبدا ممكن يبدا يهددني ويبدا يبتزني بطريقه ما يعني. انا عايز اعرفك حاجه برضو يعني تانية، الناس بتوع داعش والناس بتوع الحاجات الارهابيه وكده، دول اصلا يعني بيبداوا ان هم لو عندهم عمليه تفجيريه اي حاجه من الحاجات دي، لو هيفجروا اللي هيتفجر ده مين يعني؟ هل واحد صارفينه مكلفين عليه، وواحد شغالين بقى وعمالين يدربوه عشان يروح يفجر نفسه في مش عارف ايه؟ لا، هم عايزين حد بتاع فلوس، عايزين حد بس بيقبض عشان يعمل اي حاجه. فللاسف الحد ده كان ممكن يبقى انا، كان ممكن يبقى اي حد، لو كان الاعلان ده حاجه من الحاجات اللي هي ايه، اللي هي زي ما قلت لك حاجه شمال يعني، حاجه تبع الناس دي. فخد بالك على النت وانت بتتعامل مع الناس، خد بالك، لان الموضوع سهل قوي. هو الوقت خد رقمي، وما تديش رقمك لحد، انت كواحد ما تديش رقمك لحد، تدي رقمك لحد ليه؟ تمام. ولو عايز تدي رقمك لحد، خد رقم وهات رقم من اي سنترال، رقم بيبقى مكتوب باسم ناس تانية وخده وخلاص، تمام. ولكن ما تاخدش رقم وتعمله باسمك وعليه اليوتيوب بتاعك وعليه كل حاجه، حاجتك وعليه لو انت يوتيوبر وعليه ادسنس وكل الكلام ده، وتدي رقمك للناس. للاسف ناس كتير قوي بتقع في الغلطه دي، واتمنى يعني تاخد بالك من الحته دي، بلاش الرقم بتاعك، لان الرقم بتاعك بيوصله لحاجات كتير. ده رايكم في الشغل الغموض اللي انا عامله لكم، نص مضلم ونص المهم يعني. خد بالك
لو انت قد دي، لو انت من الناس اللي زي كده على النت وبيدوروا وبيعملوا، خد بالك ما تخشش في كل حاجه، ولو دخلت في كل حاجه خد بالك قوي من اللي انت بتتعامل معاه، خد بالك قوي ان الناس على النت مش زي بعض، الناس على النت مختلفه، الناس على النت في اللي حلو وفي الوحش، في بتاع مصلحته في اللي مش هيبان ان هو كذاب ووحش غير في الاخر، في كتير قوي. انا قابلت ناس كتير قوي، وممكن تقول انت مين اساسا عشان تقول الكلام ده، انت بقالك قد ايه على النت عشان تتكلم الكلام ده؟ اقول لك لا، انا اعرف ناس كتير، ويعني بحكم السنتين اللي قعدتهم في يوتيوب عرفتني ناس كتير قوي، عرفتني الحلو والوحش وكده، والحمد لله يعني ما وقعناش في غلط. بس الفكره يعني انا لازم احذرك الموضوع ده، خد بالك من الاعلانات، بلاش الفلوس الكتير بتعمي. لما تلاقي مكتوب مثلا هتكسب في اليوم 100 دولار مش عارف ايه، ده هيعمي عينيك عن حاجات تانية، الموضوع ممكن يبقى حرام، الموضوع ممكن يبقى سرقه، الموضوع ممكن يبقى اي حاجه، تمام؟ فالفلوس الكتير بتعمي النظر عن حاجات تانية، ولكن لو راعي ربنا في اللي انت بتعمله، وساعتها ربنا يكرمك باللي انت عايزه، بالفلوس اللي انت عايزها ربنا يكرمك بيها، تمام؟ يعني اقسم لكم بالله انا في ايام ما بيبقاش معايا فيها فلوس خالص، وفجاه الاقي في شغل جاي، الاقي في كذا، في اعلان مش عارف ايه، والدنيا بتمشي. فايه، خد بالك من نفسك، والناس الصغيره اللي هم 15 سنه، اقل من 15 سنه برضو كتير قوي على النت، وكتير ناس من الناس دي موجوده، فخدوا بالكم، مش اي حاجه تخشوا فيها، مش اي حاجه تدور عليها. وزي ما قلت لك، لو انت شاب زي يعني فوق ال 18 سنه، خد بالك من الناس اللي بتتعامل معاهم كويس، مش كل الناس على النت كويسه. وبس يا جدعان، اتمنى بس تاخد بالنصيحه دي، ومش كل الاعلانات اللي موجوده على النت دي حقيقيه، فخد بالك برضو من الموضوع ده. بس شكرا جدا، يا ريت تعمل شير الفيديو ده، ممكن ناس كتير تستفيد، ممكن ناس تكون مش فاهمه، ممكن ناس تخش في موضوع زي ده ويكون موضوع ده غلط. في مناطق كتير قوي في العالم موجود اعلانات زي كده، ممكن اعلان منهم يكون من الاعلانات الخطر، اعلانات توديك في داهيه حرفيا، فخد بالك قوي من الموضوع ده، ويا ريت تعمل شير الفيديو توعيه للناس. وبس كده يا جدعان، شكرا جدا ليكم على مشاهدتكم، وانا بحاول انهي الحلقه بطريقه غير الحلقات التانيه، بحيث ايه ان يكون في فرق يعني. وبس كده، سلام.